بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى عيال الدكر الشقلباز التركي اللي كان جاي لنا من بره والنتاية الارض البيضة اللي هم دول برضو تعالى ما افكركم بيهم. دلوقتي الحمد لله بعد ما جوزناهم طبعا وطلعنا عملنا فيديو الدكر اهو، طلعنا عملنا فيديو اخلاء مسؤوليه اللي هو خلاص بقى اصحابهم ما سالوش عنهم اصلا، انا ما اعرفش من اصحابهم. فاحنا عملنا فيديو قلنا ان احنا جوزناهم لحد ما نشوف من صاحبهم، لان الدكر جاي من اوضه والنتايه جايه من اوضه تانية خالص. دلوقتي بعد ما جوزناهم طلعوا لنا ما شاء الله جوز الزغلل الحلوين دول، ما شاء الله هي الزغلل لسه لحمه الى حد ما، الريش مش هيبان ولكن تنبؤات كده. شعر الاصفر ده ما شاء الله طالع كثيف في الرجلين زي ما انت شايف الزغلل عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. فهم ان شاء الله يبقوا بشربات. بالنسبه لموضوع برنيطه فهي ما تبانش معانا قوي دلوقتي، ولكن احنا على موعد بقى اللي احنا نشوف الزغاليل ديت كمان مثلا 15 يوم ولا حاجه، على ما يكونوا اتكونوا من الريش اتكون والشكل خلاص بان قدامنا، واديهم كمان اسبوعين ثلاثه بعدهم ولا حاجه على ما نشوفهم في الجو ونشوفهم هيلعبوا ولا لا، لان امهم طبعا ان شاء الله باز ارضي زي ما انت عارف. طبعا امهم هي غريبه ومش من مصلحتي ان انا اسيبها زي ما انت شايف كده ما شاء الله لعبت على الارض، لكن هي بتطير في الجو عادي، بس في الحتت الصغيره ديت بتلعب وكده ممكن تطير دلوقتي. فانا طبعا لو ماسكها وهي مش بتاعتي فانا مش هخاطر مخاطره زي ديت واسيبها دلوقتي قدامك كده، ولكن انا بقول لك ان هي مش بتاعتي، انا اخليت مسؤوليتي وهي كانت جالي البرج مشيتها مره واثنين وثلاثه وهي اللي اصرت تقعد، قلت بدل ركنتهم كده وبدل ركنه الذكر اللي احنا نجوزهم لبعض ونشوف الخلفه بتاعتهم هتبقى عامله ازاي. اللي قال بقى قبل كده على الكومنتات في الفيديوهات طيب طلع عيالهم لله، طب طلع مبلغ لله، طبعا اكيد انا لو هعمل الكلام ده كله اكيد مش هطلع اقوله لك، يعني مش هطلع اقول لك انا طلعت حاجه لله او عملت حاجه لله، لان الكلام ده ما بيتقالش، الكلام ده بيتعمل في الدنيا، يعني بيتهيألي في حاجه بتقول ان ايدك الشمال ما تعرفش ايه اللي اليمين خرجته، يعني بمعنى الكلام ده ان انت ما ينفعش ان انت تقول الكلام ده. ولو طلعت في يوم من الايام وقلت ان انا عملت حاجه لله مثلا فانا ممكن طلع بغرض ان انا اشجعك عليها، لكن مش طلع ان انا بقى بقول لك ده انا خير وبعمل لله وما بعملش. ربنا قدرنا كلنا طبعا ان احنا نعمل خير ونعمل لله، ولكن الحاجات دي في الدنيا بيكون يعني ايه الجزاء بتاعها بيكون افضل يعني، وربنا يوعدنا ويعوقكم طبعا بالاعمال الخير دايما ويكرمنا ويكرمكم. سلام.